السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا يا جماعة لدينا نتكلم عن فورمات الهاتف. هنفرمت الهاتف من الريكفري المعدل اللي هو من نوع تويرب، اللي هو تبع هنا تي دبليو ار بي، اللي هو الريكفري المعدل. تمام، طبعا الفورمات ده بينفع مع اي جهاز، لانه الواجهة بتاعت الريكفري المعدل واحدة، اللي هو من نوع تويرب ده، الواجهة واحدة بتتفرمت كويس، وكل الاجهزة شنو بتنفع معاها كويس. هنا طبعا الفورمات ده اذا انت كان عندك رود، الرود بيكون قاعد، اذا ما عندك رود الجهاز برضه بيتفرمط. بس الفرق هنا ممكن يكون عندك رود، بعد ما تفرمت الجهاز بتنزل التطبيق بتاع المجلس وبيثبته عادي، وبعد كده الاجراءات زي ما هي، ما عندك ثاني اي مشكله. تمام، اذا انت حتفرمت الجهاز اذا كان عندك رود، الرود بيكون قاعد، اذا ما عندك رود كويس الجهاز بيتفرمط، ما عندك اي مشكله. طبعا انت حتخش على الوضع الريكفري المعدل، طبعا بتختلف من جهاز لجهاز، اللي هو الدخول لوضع الريكفري كويس. طبعا انت ممكن لو ما عارف او كده ممكن تخش له برضو عن طريق الماجيكس كويس. طبعا عندك الخيار الفوق، عندك المسننات، بعديه في دايرة كويس اللي هو سهم لافة كده، تضغط عليه كويس، بيديك خيارات إعادة تشغيل، إعادة تشغيل لوضع الريكفري. تضغط على الخيار الثاني كويس اللي هو التشغيل لوضع الريكفري، بنقول لك شنو للريكفري المعدل، وبعد كده هنبدأ شنو الخطوات بتاعتنا. الله وبركاته. طبعا يا جماعه دي الواجهه بتاعت الريكفري المعدل، انا حنفرمت منها اي جهاز كان عندك. تمام، دي الواجهه عامه ما بتختلف، اذا كان عندك رود ما عندك رود، دار تعمل فرمه للجهاز بتفرمته. تمام، من الواجهه دي كويس. لو عندك رقم سري بتدخله، لو ما عندك بتعمل شنو سحب طوالي. تمام كويس، لو عندك رود ما بتمسح كويس، ولو ما عندك رود الجهاز بتفرمت عادي، يعني انت ما عندك اي مشكله. بس في النهايه دارين نعمل فورمات لشنو للجهاز. هنمشي لاول خيار فوق اللي هو الواي، بنضغط عليه كويس، بديني اللي هو خيارين كويس. هنا عندي اللي هي فورمات داتا، احنا دايرينه، نضغط عليه بديني تايب يس تو كونتينيو كويس، نكتب يس ونضغط على الصح التحت ده طوالي، بديني شنو عملية الفورمات بتشتغل كويس. بعد ما يخلص طوالي حديك ريبوت سيستم او باك، طبعا طوالي ريبوت سيستم اللي هو على تشغيل النظام كويس، وبعد كده الموضوع يتحل، ما عندك اي مشكله، الجهاز اتفرمت تمام في امان الله، سجل بياناتك تاني كلها عادي من غير اي مشكله. طبعا لو عندك رود، الرود بيكون قاعد بس تنزل التطبيق، ولو ما عندك رود جهازك اتفرمت تمام وما عندك اي مشكله. تمام كده احنا وصلنا الفكره بتاعت شنو الفورمات عن طريق الريكفري المعدل لاي جهاز فوق الريكفري المعدل، بالذات اللي هو تويرب اللي هو تي دبليو ار بي. ما تنسى الاشتراك في القناه كويس، وتفعيل زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى بركاته.